السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. اضغطوا على زر الإعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. فور وصول رياض محرز إلى السعودية بدأ في التألق وتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة ومساعدة فريقه نادي الأهلي السعودي بشكل رائع بنفس المستوى والوتيرة التي تعودنا عليها من رياض محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي. ولكن الصحافة السعودية شنت هجوم كبير على الجزائري بعد الكشف على القصر الفخم والضخم في مدينة الرياض السعودية الذي تم تقديمه لرياض محرز للإقامة فيه هو وعائلته طيلة مدة عقده وهي 4 سنوات كاملة، لأنه يبدو بأن هذا القصر مخصص للرؤساء والشخصيات السياسية. ولكن جماهير نادي الأهلي قد تضامنوا مع رياض محرز بشكل واسع. اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة للتوصل بكل جديد، ولا تنسونا بتعليق جيد. صلوا على رسول الله.